السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم الاخوان حنا تغدينا، كلينا، شبعنا، ان شاء الله غندوزو هذا الطرونشي هذا. شد هذا الطرونشي هذا، غندوزو هذا الطرونشي هذا ان شاء الله. كما كتشوفوا خصنا نهرسو باش نديرو واحد الثقبه ديال القادوس، باش يمشي القادوس باش يخرج لينا لتحت، حيت هو عاودنا الطرونشي ديال واد الحار. وتبعوا معنا الفيديو الاخوان، والسلام عليكم ورحمة الله. الاخوان، غير واحد الميساج بغيت نوصلو. بعض الناس كيشوفوا بنادم بواحد النظره، يعني في شي شكل، انه بعد ما كان كيبيع ويشري شويه، ولا كيدير البني، يعني ماشي عاديه. الانسان فاش ما ولا كيخدم الانسان باش يتقاتل مع الحياه، وباش يجتهد، وباش تمر من اي حاجه. يعني ماشي عيب الخدمه، ماشي عيب. والراجل كما كيقول واحد المثال، بحال الفاس فين ما مشى كيحفر. يعني الانسان كيتقاتل مع الوقت وبخير. اهم حاجه هي انه ما كيمدش يديه لشي واحد، ما كيمدش يديه لبنادم. يعني يا اخواني، وتحياتي لكم جميعا. ايوا، كما كتشوفوا الاخوان، كما شفتوا الفيديو، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان الاعزاء. كنتمنينا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم الدعم ديالكم اللي شاف الفيديو، دعمنا. الله يجازيكم بخير. المهم الاخوان، حنا ما كنديروش شي حاجه اللي هي تافهه، وشي حاجه اللي هي حامضه كما كيقولوا. يعني كنشوف بعض الناس كيديروا شي حوايج اللي هما حامضين، يعني لا علاقه، وسبحان الله كيطلعوا.